هذا سوداني مقيم في جدة يقول: حدثوني يا شيخ عن الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتوحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد التي شرعها لهم كالصلاة والزكاة والحج والصدقات وغير ذلك من أنواع العبادات، هذا توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات هو أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.